السلام عليكم السيدي، تبارك الله عليكم ان شاء الله وكل ما كتمنوا. اليوم بغيت نتكلم لكم على واحد ديليمو اللي كتعرفوه كاملين وكتعرفوا الاهميه ديالو وكتعرفوا فريمون الفوارق اللي كيخلقها، اللي هو الوقت. اكيد الاخوان الوقت راه واحد ديليمو اللي انديسكوتابل في ديسكريبسيون ديال النجاح او لا ديسكريبسيون ديال لو بروسيس اللي كديفلوبي، حيت دائما الوقت هو اللي كيخلق الفارق بين انسان ناجح وانسان فاشل وانسان كيحاول او انسان ما بغاش يبدا كاع اصلا. ف وكنت تكلمت لكم شحال هذه انه ديك دارت دراسه اكبر 100 شركه مثلا في امريكا، لو بون كومبيناسيون كاملين النجاح اللي خلاهم يوصلوا وورلد وايد فهو لي مون ديال لو طون الاخوان اللي بداو بكري، ماشي حيت ما واعرين في البروسيس ديفلوبمون، مي بداو بكري وخطاو بكري وبداو كيديفلوبيو بكري. ديكو بحال عندك واحد النقطه ديال الانطلاق، واحد سبق واحد من نقطه الانطلاق، فكذلك الوقت. انا نتكلم مع نفسي وعلى التجربه ديالي الخاصه وكيفاش استفدت من هذا الوقت هذا. كنبغي ندير لا فينتك اون جينيرال، لا فينتك الفينونس لا تكنولوجي، بديت كنبحث فقط غير كنبحث. وهاد المده 9 سنين من 2008 حتى 2017 كانت كلها واحد الفترات ديال كما تنقولوا ديال غير البحث، كنبغي على دغوات يا غوش على شنو هي لونتربرونيا، كومون كري اون سوسيتي، سي كوا اون سوسيتي دابور، وشكون هو المانجر ديال اون سوسيتي، كيفاش كدير ايكيب، كيفاش كتسيليكسيون ايكيب. من بعد المحاور بديت كنستافد وكنقلب على كنتواجه للدومين ديال لا فينتك اون جينيرال، لا فينتك الفينونس لا تكنولوجي، بديت كنبحث فقط غير كنبحث. وهاد المده 9 سنين من 2008 حتى 2017 كانت كلها واحد الفترات ديال كما تنقولوا ديال غير البحث، كنبغى على المجال ديال البورصه والتخصص اللي كنحاول انني نبدع فيه ودائما نبحث فيه. ف من 2008 بديت كنطرح اسئله وبديت كنقلب على هذا المجال. ف من 2008 دابا 13 عام، ما كتعنيش 13 عام ديكسبيريونس كلها فقط، ولكن 9 سنين الاول اللي ما كيشوفوهاش الناس، هذيك 9 سنين من 2008 حتى 2017 كانت كامله كتجرب كتخطا كتعاود تفشل وكتقلب هنا ودير هنا وتسول هنا، وكان كنت بادي بواحد الطريقه اللي هي الياطوار مده 9 سنين. و 9 سنين ما كانش كاين شي واحد. 2017 عاد جي رومي تو اون كويستيون، عاد حاولت انني نستافد من الاخطاء كاملين اللي راني درتهم من 2008 حتى 2017. بيان سور ماشي اخطاء، مي دابا حاليا هو واحد الضائن واحد المناعه مكتسبه وكتستافد من مجموعه الامور اللي اترافير دوك الاخطاء ودوك الاكتشافات وداك الشيء كامل كتحاول ديفلوبي وكتردو دي سوليسيون ابخي. فمن 2017 حتى لدابا 4 سنين تقريبا، هاد 4 سنين هي اللي فقط في الدومين بروفيسيونيلمون بارلون، راه ماشي غير كتجي وفي كلاكمون دي دوا كدير ايكيب، كيبان عندك دي كليون بارتو في العالم، سنغافور، ايطازوني، اليوكي، امارات، الهند، وكتلقى مع شخصيات اللي كنت جاي كتحلم انك تشوفهم غير قراب ليك. بون كتوصل لاي حاجه بغيتيها. فما يمكنناش اخوان النجاح في كلاكمون دي دوا، علاش كنقول لكم دائما راه ماشي غير تشوف شي واحد دار شي حاجه راه دغيا تنجح، راه الفو دي طون الاخوان. سي فغي حنا كنحاولوا نشاركوا تجارب، كنحاولوا نعطيو نصائح، كنحاولوا نتقاس معكم الاخطاء اللي حنا درناها شخصيا، باش الا كانتي غتخطا في 9 سنين تخطا في واحد 4 سنين او واحد العامين او واحد 6 شهور او على حسب انت طريقه الوعي ديالك وكيفاش انت كتاخذ المعلومه. فهذا هو التواجد ديالنا في المساحه الرقميه باش نشاركوا الاخطاء ديالنا التجارب ديالنا بواحد فينا طريق غادي. سيف الوقت ديالك، بدا دابا واخطا دابا باش من بعد تنجح ان شاء الله ويولي هذيك الاخطاء ديالك هي مناعه مكتسبه ليك ولغيرك وتستافد منها ان شاء الله. بدا تكملي واحد الباكاج انفورماسيونيل، واحد الريفلكس، وديفلوبي دي ميسك الكونيتيف اللي غيخليك انك تكون انسان ناجح ديال المستقبل اللي غتصنعو بيدك ان شاء الله. استافد من شي قلت لك والله يسر امرك ان شاء الله. وكنعطي واحد المثال دائما نشجع به الطلبه، تنقول لهم شوف الا جينا عندك وقلنا لك هز الطوموبيل بيديك فيها طون لوطونونس راه ما تقدرش تهزها بيديك، ولكن الا جبتي كريك واحد شي طوموبيل غتهزها وتجيب غير دري صغير غيهزها. مي شنو هو ذاك الكريك ان سيبور اللي غادي يعاونك توصل لهدف كبر منك، هو العقل ديالك، هو العضله ديال المخ ديالك، انفيستي فيها الدماغ على شكل عضله، وهاد العضله كتنمى وكتديفلوبا وكتريني بالافكار اللي انت كتسمدهم بحال هكا. مزيان ديفلوبي وان شاء الله في لو كور ديالنا هادي مره مره تريني مزيان، ولكن ما تنساش تريني حتى في الدماغ ديالك، راه هاد النوع ديال النقاشات بيناتنا هما اللي غيخليوك انك تكون اقوى اكثر من الامس وغدا اكثر من اليوم. واضحه؟ خذها وامن بها وتقاتل الى بغيت توصل قبل ما يقتلوك، لحقاش انت تسافر بها من واحد كما تنقولوا من الضفه لضفه اخرى اللي انت كتستحق تكون فيها. تبارك الله عليك والله ينصرك، وانا كنامن بك، اول واحد كيثيق فيك هو انا، الى انت وانت تقصي في راسك. برافو عليك، شكرا بزاف على رسائلكم يا اخوان، الله يكبر بكم والله يقدرني دائما نكون بصمه امل للطموحات ديالكم والاهداف ديالكم ان شاء الله. راه كلشي ممكن، لا انت بغيتي اصبر
وحط واحد المخطط العمل وهبط للتيغامش انا كديفلوبي واي عرقاله عرف كيفاش تحلها بزيد قدام ان شاء